طيب تفضل. الذي سأل عن الصوفية اللي هو أبو عبد الله، يعني قل الصوفية ثلاث، في الصوفية اللي هم أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود كابن عربي والحلاج وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض، هؤلاء يعني هم الإلحاد أقرب، واتهمهم أهل العلم بالإلحاد، وقتل الحلاج على الكفر والردة، وهؤلاء هم الذين يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، صحيح. وقالوا يعني ما في الجبة إلا الله، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. هؤلاء زنادقة، يعني ليسوا من أهل الإسلام في شيء، وهؤلاء والشيعة الاثنا عشرية وجهان لعملة، يعني علماء الشيعة، بل أكثر علماء الشيعة فيهم تصوف كالخميني وغيره. الخميني يعظم ابن عربي جدا، يعظمه كثيرا ويشرح كتبه. ويشرح كتبه ويعتني بها جدا. وهؤلاء هذه المجموعة يعني هم قريبون من الشيعة جدا، بل إن هل تعرف أن البدوي الذي يعظمه الصوفية شيعي، بدوي شيعي يعظمه الصوفية ومن شيعة المغرب، وجاء إلى مصر ويسمونه الشيخ الملثم. نعم. طيب، ولا عرف أنه كان يصلي ولا شيء، حتى قال ابن دقيق العيد أنكر عليه، لماذا لم تصلي، لماذا لا تصلي مع الناس، يقول يقولون لي لما لم تصلتي وما علموا أني أصلي بمكتي. فالقصد أن هذه المجموعة من اللي هم أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود وكذا، هؤلاء زنادقة. طيب هؤلاء نعم لهم كلمات ككلمات الشيعة الاثني عشرية. وأما الطائفة الثانية من الصوفية وهم الزهاد، نحن نسميهم الزهاد، هم يسمونهم الصوفية، كإبراهيم بن أدهم مثلا، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، الحسن البصري، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، أبو هريرة، هؤلاء يقول عنهم صوفية، احنا نقول عنهم زهاد، فالاختلاف في التسمية فقط، لكن متفقون على جلالتهم وإمامتهم وحسن دينهم وغير ذلك. النوع الثالث وهم الوسط، ما أقصد الوسط يعني الاعتدال، أقصد بين هؤلاء وبين هؤلاء، هم صوفية الموالد، هم الذين يرقصون في الموالد ويضربون الشيش و يعني عندهم انحرافات، هؤلاء أهل بدع منحرفون عقديا، لكن ليسوا بكفار، ليسوا من أهل وحدة الوجود، لكن للأسف هم كعامة الشيعة يعظمون ابن عربي وابن الحلاج والتلمساني وابن الفارض وغيرهم، لكن على كل حال هذا بالنسبة لهم.